الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في أحبابنا في الله، الفيديو السابق سوى تشويش عند بعض الناس وينقسموا فريقين، ليس كثير، هم أفراد يعني قليل، ممكن 4-5، لكن دليل على يعني في لابد من توضيح، دليل انه لابد من توضيح لما جرى. نحن عندنا هناك الفيديو كان على الاستسلام، التسليم لله. ما معنى التسليم لله؟ كلمة مجهلة. ايوه سلم لولا. التسليم لله يعني الايمان بالقدر خيره وشره من الله. إذا من الله، ليس هو الله الغاضب الساخط أو المزاجي، هذا حطه غني، هذا نضعه فقير، هذا نضعه في المرض، قدر شئت ولا أبيت، وهذا نضعه في الصحة لا يصاب بمرض، قدر شئت ولا أبيت. لا، القدر ليس هكذا، هذا لا يليق بالله أن ننسب له هذه الأشياء التي تصيبنا، هذا قدر الله. ماذا أفعل؟ يعني أنا لا أريده ولكن مرغم. لا، هذا ليس هو يعني الفهم الصحيح للقدر. في بطن أمك جعل الله كل شيء، قدر كل شيء، شقي أو سعيد. نفهم هذا كلنا، متداول، منتشر، متواتر في الأمة الإسلامية كلها من أقصاها إلى أدناها، لكن هو صحيح، لكن الفهم له أيضا متداول في الأمة، فهم غلط، وهو هذا الذي ذكرت قبل، إنك مجبر على كذا، قدر الله عليك، يعني وضعك في هذا المكانة، هي هذه قدر مرغوم أنت عليه، أنت لا تريده ولكن لا يمكن تخرج، قدر قدر قدر، وقدر، والآخر قدر، الخير قدر والشر قدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء يعني كل شيء، الخير الشر، الفقر الغنى، الصحة المرض، ننزله. أنت الوعاء، وعاءك يريد هذا القدر، جاك انت الذي تختار. عشان كذا حاسبك، ليش انت كافر؟ ليش انت مؤمن؟ تفضل، مو انا قدرت عليك الايمان وجئت بعد ذلك كافر، فقل لا خلاص، هو مقدر عليه الايمان وهذا مقدر عليه الكفر. ليش السؤال؟ من انت؟ من ربك؟ ما دينك؟ ليه؟ انا مقدر عليك، قدرت انت كيف تقول لي من ربك؟ من ربك؟ ما ادري، انت قدرت اني ما ادري. هذا هو الفهم الخاطئ ولا يليق بالله، لكن نحن يعني استحليناه لانه صدر من فلان وفلان 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 العظماء. انا ماني عظيم، القران منزل لك وله، هو فهم كذا والف كتاب ونشر، وانت ما تقدر تالف كتاب، إذن سلم للمؤلف. هذا ليس صحيح، الكتاب واحد، كتاب الله، سلم له، هو يبين لك هناك القدر إيش هو. فلذلك في يعني قائل في القوائم في اليوتيوب، في قوائم، القوائم هذه موجود فيها القدر والصبر. الصبر كمان عندنا غلط، إنه أنا مقدر علي كذا ما قدرت، فعلي أنا صابر. لست صابر، أنت يائس، بحثت عن حل ومخرج ما قدرت، فقلت خلاص صابر. الصابر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مو لأي بشر على ظهر الأرض ولأي منتدى ولأي يوتيوب، لصق لصق لصق، أنا عندي المصيبة الفلانية ما قدر أخرجها، وأنا من الصابرين. الصابر لا يجزع، لا يسخط في شيء يريده أعلى من مرضه، يقول خليه
حتى لو قيل له هكذا الصحابة والأولياء الصادقين، لو قيل له في علاج قال لي ماذا علاج، أنا عندي شيء كبير أناله من هذا، أنا ما أستطيع أصلي وأتعبد كثير مثل العباد. هذا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكره مع الأجر مو فكره مع ألم الوضع. لا، هكذا أيوب يقول أنا مثل أيوب صابر. لا، لست مثله، قلبك ليس مثل قلبه، مرضك مثل مرضه. ممكن. وهكذا فقدت ابنك مثل يعقوب. لا، قلبه مع الله وعارف ولده في التوب يتعلم حتى يصل للنبوة، ما مات ولا قتل متأكد، مثله في الظاهر، في الباطن كما نكون مثله. فنحن خلينا في هذا باب شائك، لذلك فيه الخلافات كثير بسبب الأفهام وليس بسبب حقيقة. الحقيقة صح كما هي، فهم البشر هو المشكلة، وتقديس البشر غير الأنبياء هو المشكلة التي دمرت الأمة. فلذلك نحن نرجع للتسليم. التسليم ما معناه؟ التسليم ما معناه؟ التسليم مو خلاص أنا هنا خلاص هو هذا مكاني. لا، اختار، قل أنا في الفقر أريد الغنى، هذا قدر وهذا قدر، أنا أريد ذلك القدر، اذهب إليه. ولكن معنى التسليم مو معناته اجلس في الفقر، هذا مثال من الفقر والغنى ولا الصحة والمرض ولا كل شيء غير ذلك. ليس معناه لا أبحث عن أقدار الله الكثير، لا، وإن بحثت لن تصل إذا كنت رافض للوضع الراهن، يعني غير مؤمن به. مؤمن بالقدر خير وشر، أيوة هذا من الله الحمد لله، المرض هذا تطهير ذنوب وكذا، ولكن أريد أن الصحة يا رب، كيف أذهب للعمل، كيف كذا كذا، ناجي ربك، لا أكرهه في القدر الشر اللي أنت تقول عنه شر، الله قال عنه شر علشان يفهمك، يفهمك بين الفرق بين القدرين، وإلا هي كلها سواء، ما يصدر من الله إلا الخير. فإيش يصير؟ إنك تقول هذا أكرهه، لا تكره، آمن به، الله جعل فقرا وإلا لن تجد الفقر، لو شاء الله لجعل كل الناس مؤمنين، لكن جعل إيمان جعل كفر، جعل شيطان جعل محمد، نور ظلام. هل يستطيع الشيطان يغوي الناس؟ هل يستطيع يكون شيطان؟ هذا الله فاتح القدرين، هو قال أنا خير منه، قال له برا خليك في الشر. فلذلك أن فهم القدر الذي يريد تفاصيل يذهب إلى القوائم، القدر والصبر قائمة يتعلم فيها يتعرف. فلذلك كانوا فريقين الذين يعني بصفة عامة الناس اثنين، في واحد عنده من أول معلومات، لما يجي الواحد يخالفها يقول له أنت، على طول يسوي له حكم، أنت فيك، أنت مضلل، أنت 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 أنت، هذا يسوي له بلوك مع السلام، ما نريد في مزرعتنا الأعشاب الضارة تذهب، مزرعة نظيفة للمؤمنين فقط. والذي يأتي وهو يعني أيضا عنده برمجة، ولكن في التعليق ماذا يقول؟ يقول هذا يعني كلام لك أو من غيرك سابق يعارض هذا الكلام وأنا احترت، فهمني هذا، خذ ويفهم بسبب هذه الكلمة، هو يفهم هذاك حتى لو فسرت من الصبح، هو ضرب حكم، أدى حكم، هذا الحكم هو يجلس حاجز عن القلب لا يستوعب، وإن شرحت أعطيت 20 دليل، ذاك يفهم الدليل واحد،
فهذا نضع له بلوك يعني، وكثير وضعنا بلوكات، لأنه كثير الناس اللي إيش برمجتي لا تقترب منها. وأيضا من متابعينا مثلا تابعنا فترة لا يمشي على الكورس ولا شيء، بس يريد يسمع شيء جديد، والحمد لله فرحت وكلم الناس ينبسطون، هذا هو. لكن تغيير في الداخل ما فيه، هذا أول ما تأتي مشكلة كبرى عالمية أو مشكلة صغرى في حياته، لكن بالنسبة له كبرى، ها يضيع 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 يعني. ليش؟ لأنه ما في تغيير في الداخل. في الكورس خذ حبة حبة، يجي التغيير الداخلي، تجي يأتي النور يخرج الظلام. مسألة دخول النور وخروج الظلام يعني كلام عادي؟ لا، مو كلام عادي. أنت فيك ظلمات، فلذلك لما تخرج أنت تتألم. تغييرات في الداخل، تغييرات. أنت جبت ورشة تشتغل في مكان، لازم في أصوات، تخبيط السيارة من هنا حتى نصلح هذا المكان وإصلاحها، إصلاحات. ظلام يخرج، الظلام عادات تقاليد، مو ظلام مثل اللمبة ولعتها طف، لا، لابد تخرج العادات والتقاليد والمرسخ من معلومات خاطئة مدمرة ظلمة، وأنت تقول حلو وكل الأمر لله. فتأتي أمراض، تأتي أشياء، مثلا يجد الإنسان عنده تنمل في اليدين في الرجلين، نعاس لما يسمع كلام الحق الصادر من القلب، كلام الحق في قلوب كل البشر، نفخت فيه من روحي فيك وفيه، فلما واحد يعطيك مما نفخ فيه وهو فيك، الظلمات بتخرج، العادات التقاليد بتخرج، المعلومات القديمة تخرج، خروجها يعمل شيء في الجسم، صداع. كل ما أسمع هذا الإنسان صداع، كل ما أقرأ القرآن بالتدبر يجي صداع. ناس هكذا، ناس يجي تأمل، ناس يكبس عليها النوم. ليش النوم؟ الروح تلتقط الأنوار من القرآن الحي، فيبدأ العقل ملغى، خلاص لغته الروح لأنها توجهت، فيبدأ العقل المصحصح يحس بنعاس مؤقت ثم ترحل، يبدأ يحس تنمل، يبدأ يحس تغيرات، يبدأ أحيانا الآخرين عندهم ظلمة عالية وهذا بينهم، أنا بينهم ظلمة عالية مثلهم، بدأ النور يدخل، هم أرواحهم لا تريد شيء يكدر حياتهم، أنت ما تكلمت، أنت لم تتكلم، ولكن أرواحهم شعرت بشيء يريد يكدر عليهم. فلذلك هم قد يهاجمك هكذا بس اعتباطا، ما يدرون إيش السبب، ليش أنا كنت أحب هذا ولا أحب هذه والآن صرت يعني مشاكسة معها، لماذا أنا فعلت هذه؟ بعدين هي تندم هناك وهذه تندم، تقول لماذا هي تفعل هكذا، وهذا يقول لماذا أنا فعلت هكذا. هو المرة اعتذار، بعدين ما في اعتذار، خلاص صار عادة ضدك ضدك. أنت ألست وجدت الدين الحقيقي؟ امشي فيه مهما حصل في الخارج، ما لنا شغل، نحن نريد الله والدار الآخرة، وخراب الدنيا مو مشكلة. إذا ثبت يأتون صاغرين، يأتون محبين، حياتهم مزعجة وينظرون لحياتك يجدونها حياة يعني نجعل له من أمره يسرى، ميسر أمورك، يجعل له مخرجة، جاء في مشكلة والله في مشكلة وما يدري ثاني يوم اللي خرج منها، غيره جالس في مشكلة شهر شهرين. إيش هذا التساهيل عندك؟ بعدين بعدين مو قبلين. فيبدأون الأرواح تأتي، هذا واحد. شيء ثاني، نوع آخر، طرق أخرى، اللي هو إنه أنت سويت جهنم هناك، بنيت بيوتك في جهنم بسبب ما سبق، إيمان ضعيف تعبان، بنيت في جهنم، هذا منزلتك. أنت مشيت على الدين ولكن أحوالك مثل ما هي أحوالك الأرضية في الدنيا اللي عمرها 100 سنة أو 60 أو 150، أحوالك هنا خربانة،
بعد ما بدأت الهداية خربانة مثل ما هي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنا قلت آمنا، فين يرزقه من حيث لا يحتسب؟ فين يجعل له من أمره يسرا؟ أول تفتنون، ما في يسر ولا في إلا عسر ولا في إلا مشاكلك مثل ما هي. ليش؟ لأن أول شيء هدم منزلتك في النار وبناء منزلتك في الجنة، تغيير علوي ليس أرضي، مو يعني السماوات، لا، غيبي ليس أرضي، سماوات هي غيب، تغيير هناك، تغيير منزلتك، إصلاح أمورك الأخروية اللي بعد الموت الأبدية، هنا ما في شيء. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنا يفتنون، مو مشكلة. جاء مشاكل زادت طز هي 100 سنة رايحة، هذا يعدم لك إبليس لما يستغل هذه الفرصة اللي يعرفها وأنت ما تعرفها. بعد أن تبنى منزلتك في الجنة ونخلص من النار اللي كنا أول متجهين لها ولا نعرف، ها؟ بعدين تأتي في الدنيا، ها؟ يأتي في الدنيا التغيير، تغيير هناك بعدين تغيير هنا، في أحوالك في واقعك يتغير ويصير. ممكن هذا يأخذ 10 ثواني، تغيير هناك وتغيير هنا، ممكن يأخذ 10 سنوات حسبك أنت. إذا أنت معظم الأحوال ولا تريد التغيير بسرعة، تقبل تغيير بطيء، أنت طبعا أنت ما تقول بالفم، لا، أنت عمليا لا أريد هذا يغضب، لا أريد هذا يفعل، لا أريد هذا، لا أتحمل، يذهب رزقي إذا هو ذهب يذهب. الله صابر عليك، مش مشكلة، خلي يعني تتخرج بعد 10 سنوات، المهم لو بعد قبل الموت بيوم يومين، أنت في هذه المرحلة لتضبيط هناك. هنا لا، في ناس في 7 ثواني مثلا. شوف في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، بدأت الدعوة من أول يوم، أبو بكر الصديق السرعة، سيدنا علي بن طالب سريع، كان شاب صغير يعني، هو اللي كفر الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، عمر بن الخطاب ما على طول، حمزة بن عبد المطلب ما على طول. في ناس حاربوا الرسول في بدر وأحد، وخالد بن الوليد حارب في أحد وقضى يعني غلب الصحابة الذين خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدين أسلم، في ناس أسلموا فتح مكة يعني بعد 22 سنة من البعثة، 22 سنة بعدين تقبل. في هذه 22 سنة يعني جالس نايم؟ لا، يأتي الحق وعنده ظلمات لا يريد، هذا عاداتنا تقاليدنا لا نتركها على آبائنا، ضدك خالد بن الوليد، ضدك 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 ضدك، حتى والحق يأتي وهو يرد، حق يأتي وهو يرد عن غير قصد، يظن أن هذا حق اللي هو عنده هذا باطل، حتى دخل الحق وزهق الباطل. جاء الحق، مو ألفاظ في العقل في القلب، خرج الباطل وزهق الباطل وجاء الحق. بعدين إيش صار؟ فتح بلدان كثير وأسلم على يديه بشر، ما أكثر من سيدنا أبو بكر الصديق في صحيفة حسنات، ليس أعلى منزلة من شغل، هذا باب آخر. فهذا إحنا ندندن حول هذه الأشياء، التأخير بسببك وبسبب ما في يعني رغبتك في القديم لا يفتر، لا تريده يذهب، في رغبة قوية، في رغبة ضعيفة، في حاربوا الناس، الآن في ناس يحاربوننا، ها؟
يوم من الأيام يأتون. وفعلا في التعليقات إذا وجدتم قبل كم شهر كذا شخص قالوا كنا يعني سامحنا وعفو منك، نحن كنا يعني ما فهمنا ما تقصد. لا، هو البرمجة في الداخل ما كان وقتها، الآن أنت أزلتها، الحق أزالها. يسمع ويهرب ويعارض، ويسمع ويعارض، يسمع يعارض، بعد ذلك قال والله هذا صح. فهذا مثال يعني التغيرات كيف تحدث. في ناس تغيرات سريعة، في ناس بطيئة، في ناس على طول هدمت الديار التي هناك بناها وبنيت ديار أخرى في الجنة وبدأ التغيير في الأرض في خلال شهر، في خلال أسبوع، في خلال ما خلص الكورس باستيعاب بدأت الأنوار تشتغل. الهدم سهل هناك، حسبك أنت. فهذا مختصر للحالة البشرية، وفي الزمان هذا أكثر، قليل الذي بسرعة يمشي ولكن موجودين. طيب، نحن نخرج من هذا الموضوع وندخل في موضوعنا الأساسي. فلذلك في الاستسلام تؤمن بالقدر وما في رفض. يعني أنا مثلا قدري هنا أني أبقى مع ابني، أنا ما منقول قدري، هذا كلمة غلط. الآن أنا وضعي في هذا البلد مع ابني، أحافظ عليه، أنتبه له، هو كبير خلاص، لكن هذا الدابة الوحيدة هو الإنسان الذي يبقى مع وتعلق بأبنائه حتى بعد أن يتزوجون ويكبرون. تعلق شديد، ليس تعلق طبيعي بسيط، وإلا الحيوانات خلاص فطمته، روح اضرب الجادة مع السلامة، احمي نفسك ودبر حالك. تعلق عندنا شديد، فلذلك هو حاجب أننا خير كثير. فمعنى الإيمان بالقدر عدم رفض القدر. هذا قدري هنا، القدر، لا نقول قدري، القدر هنا. والقدر يأتي عندك إشارات وعندك أخبار، اذهب إلى هذا البلد فيها خير لك ومستقبلك، وجاءت فرصة لك في شغل، وهنا حالتك تعبانة، ها؟ ولكن تعلقك بالولد يمنعك أن تتخذ فرص أخرى خاصة بك. أنت لك قدر وابنك له قدر آخر، لست تبعا له في قدره، وليس هو تبعا لك في قدرك. أنت فضلت على نفسك، قلت أنا معاه في أقداره، لن تسعد. أقدارك هي اللي تسعدك، هناك عندك الفرص، ليس الوظيفة والراتب الكبير، لا، هذا أحد الأسباب لجذبك، ولكن الحقيقة اختلاطك بهؤلاء الناس الذين هناك. وإن كنت تراهم سيئين، أنت برمجة عندك تقول كذا، لكن هناك تستفيد. كيف؟ حكمة الله، قدر الله فيه الخير لك، وجودك أصلا وجود أقدار الله لك من أجل ترقيتك وتزكيتك وتطهيرك وإنارتك وخروجك من هذه الدنيا إلى منزلة عظيمة عند الله. هذه الحكمة، أنت ترفضها براحتك، بعدين تتحاسب يوم القيامة، لقد جئتمنا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أنت ربط قدرك مع قدر ذاك، فقدر ذاك ليس لك، ما وجدت فائدة. قد يكون يرهقهما طغيانا وكفرا كما سأصل في السور، فقتل الغلام حتى لا يرهقهما طغيانا وكفرا. هذه في أقدار تحصل لبعض الناس، ولكن في أقدار ما تحصل كذا. تجي يوم القيامة ابنك سبب مشاكلك، تفضل. فالتسليم ما معناه؟ عندي تنازع بين حالتين، قدر، وظيفة هناك ولكن لا أريد فارق بلدي ولا قريتي أو جماعتي، لا أريد فارقهم أو هم يعارضون، لا أجلس هنا أجلس هنا، عندي الاختيار، لكن أقول مساكين، أحب أن أكون مع بين قبيلتي، أصدقائي، أصحابي، أو مع زوجتي، أو مع ابني، أو مع خالي، أو مع اللي يكون، أو أبي، من يجلس معه، من يساعده، من كذا من كذا. هنا في قدر،
لغيرك ليس لك. وهناك في قدر لك، الله الحكيم ليس أنت. اللي يقول أنا حكيم فاهم فاهم مصلحتي، هذا نتركه نجلس هنا. تحمل. إذا وجدت معاناة، ها، فأنت المعاناة تقول لك غلط 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 غلط، لا تسمع. ما في معاناة، هذا هو قدر الله الصح اللي لك فيه فائدة ونفع. بالاختصار يعني، في واحد ثاني بر الوالدين خير له، تأتي فرص يتركها، ولكن هل في معاناة في الداخل في القلب جالس مكبوت؟ لا، مبسوط. ليس كل الناس سواء، الثاني غير المبسوط هو أفضل يذهب، ويوجد أنا أول قدري أذهب وراه، طيب، وأوجد حلول للآخر أو للوضع اللي أنا خايف منه خايف عليه، أوجد له حلول، مو أجلس في هذا القدر وأوجد حلول لنقول نستغني عن هذا، لا نريد هذا. ونسمع شيوخ يقول لك اجلس مع والديك بر الوالدين الجنة والجنة، هالكلام صح، لكن أنت ميزانك ليدك. تسأل يوم القيامة، لا تقول هو قال، لا يفيد. ليس كل الناس لهم قالب واحد لازم يمشون عليه، هذا فهم أهل البعد الأرضي، كل واحد له شيء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحد الصحابة فوق الخيول جهاد، قال أريد الشهادة، أريد يعني، ما جاء بك يا غلام؟ قال جئت للشهادة جنة. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. اسمع مظبوط، ذهب هذا الجيش كله، كلهم ميتين آباءهم وأمهاتهم، موجود أبوهم وكل واحد منهم، ولكن هذا الأفضل له أن يكون مع والديه، هؤلاء ليس ذلك أفضل. وإلا لقال كلكم لا يأتيني إلا واحد ميت مات أبواه، بر الوالدين أفضل. لكن هنا بالميكروفونات والقنوات تقول لك ذهب هناك. الرحمن فاسأل به خبيرا، خبيرا بالله، ولو أمي ما يقرأ ولا يكتب، لكن فاهم الطريق الصح، فاهم هذا جاء لماذا وذاك جاء لماذا. هذه المشكلة غير موجود في الأمة الإسلامية إلا أناس من البعد الأرضي أتعبون وأتعب الخلق. فهذا مثال من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. وفي مثال ثاني مثلا للناس الذين فورا يسلمون ويتنورون كثير. واحد جاء للرسول غير أبو بكر وعلي بن طالب الذي ذكرنا والصحابة، كذلك من الصحابة خالد بن الوليد مثلا متأخر، من الصحابة كذلك واحد اسمه ضمات، جاء وربط ناقته في الخارج خارج المسجد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الوقت كم مربوط الناقة، يعني يريد يذهب الآن، مسافر عابر سبيل، بس جاء ويذهب. جاء لماذا؟ لشيء عظيم، للإسلام. فقال يا رسول الله، يا محمد، ما في يا رسول الله، يا محمد أسألك بالله إلهك وإله آبائك وإله من سبقك وإله من بعدك، الله أمرك، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. شوف الجواب، اللهم نعم. وشوف السؤال، الله رب العالمين أرسلك إلينا رسولا؟ قال له الله، اللهم نعم. قال أسألك بالله إلهك وإله، عارف إن سؤاله هذا بالله بدمره الله هو واقف لو لم يكن رسول الصدق. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم. الله أمرك، صار يسأل عن الزكاة والصوم والشرائع الإسلام، وقفة واقف، قال اللهم نعم. قال والله لا أزيد،
وذهب لناقته. دقائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مو يرمي من راسه، قال أفلح إن صدق. أفلح، خلاص هذا هو الدين، أفلح روح. في دقائق. وموجود قصص كثير مثل هذه. وفي أناس مثل خالد بن الوليد طولت عليه، وبعدين صار من أفضل المسلمين، أفضل المؤمنين، أفضل الصحابة. فالتسليم للقدر، التسليم لأقدار الله، مع عدم الرفض، ومع أن يجعل الإنسان نفسه وبينه وبين الله علاقة عالية. رقم واحد، أنتبه لله، بعدين أنتبه لزوجتي ولا ابني ولا خالي ولا عمي ولا خالي، هؤلاء فانين، الباقي أولى أن تضبط معه علاقة. فأؤمن به وبأقداره خيرا أو شرا، أؤمن بها مؤمن بها، يعني إذا مرت بي الأقدار أقول الحمد لله، كنت غنيا والآن صرت فقيرا، الحمد لله. هذا وضع، هذا وضع نكون فيه أيضا مؤمنين بقدر الله ولا نسخط. هذا عدم الصبر، السخط، لا نسخط ولا أي شيء، نرضى بالحالة الراهنة اللي إحنا فيها، حتى تخرج منها لابد من الرضا. يعني في ناس مثلا يقول أريد أن أكون غنيا، أعوذ بالله من الفقر. لا بأس تعوذ، حقيقة تعوذ، مو تنطق وتكره الفقراء وتكره الفقر. انظر إلى أي امرأة تكره الكذابين. يظهرون في حياتها، تذكر الخائنين، خائن يخون زوجته، يخون، هذا خائن يعصي الله، خلت الله على جنب، أهم شيء ما يخونني، أنا ربه. هذا يفعل شيء منكر مع الله، ما تغضب لله، فقط لله، طز فيه. فإيمان ملخبط. المهم تكره الخائنين وهي لم تتزوج قط. إيش هذه خيانة؟ يظهرون في حياتها. واحد يكثر الخائنات يظهرن في حياته. ليش يظهرن؟ لأنه في الداخل يريد، مش يريد الخيانة، لا لا، الداخل يطلب الخيانة تبقى فيه، تبقى حوله، تبقى في حياتي. ليش؟ حتى يؤمن بالقدر خيره ويؤمن بهذا الشر، إنه أوجده الله فيه خير، حتى يظهر الأمين في حكمة. فنؤمن بالله الحكيم بأقداره التي فيها الحكمة. هذا يسموه عدم رفض أقدار من أقدار الله، عدم رفض الحالة اللي أنت فيها ولا الحالة اللي في الخلق. كله نسلم خلاص، إيوه لله في حكمة، ما لنا شغل. مجرمين كبار، لا نغضب، لا نحارب، لا نكبر الموضوع، لا، هذا قدر من الله، لولا الله ما كتب كفر، هل يوجد كافر على ظهر الأرض؟ ما يوجد. إذن لا ترفض أقدر الله فيك أو في غيرك. هذا معنى التسليم، مو يعني أنا في الفقر، أيوة خلاص خليني في الفقر، في صفقة هنا، لا 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 أريد الصفقة. هذا افتراء على الله. أؤمن بالفقر موجود وحصل لي الحمد لله، الصبر، وأسعى الآن إلى غيره. يعني زي ما يقولوا إيش، فكر فيما تريد. أنا أريد ذلك المكان، أذهب إليه بدون أبصق على المكان الذي خلفي. إذا التفت تبقى مكانك، هذا كذا سنة الله. جرب، دور في حياتك، تجد الأمر هكذا. لماذا أنت في مشكلة معينة؟ لأنك عندك رفض لأقدار الله. الله حكيم رحيم. مات غلاما ولا مات اللي يكون، مات الغلام حتى أبواه لا يصيرون كفار. ليس هذا قالب لكل إنسان، لا، هذه فكرة تفهمها وبعدين تعرف إنك ما يكون تعلق لك بالأولاد، إنما أولادكم وأزواجكم عدو.
عدو لكم تحارب؟ لا، قال فاحذروه. كن على حذر، لا يقترب من قلبك. فلذلك ليس مناقض للاختيار، اختر قدرك كما تشاء، ولكن خليك مسلم على الأقدار الموجودة في الكون. أيوة، في خير، ينتقل الناس من الخير، من الشر هذا الذي يحكمون أنه شر إلى خير بدون الاعتراض وبدون التعلق. تتعلق بقدر غيرك، ها؟ لا تستفيد، هو يستفيد، قد يستفيد، ولا قد يكون بسببك مشاكل مسيطر عليه. يا ولد تعال هنا، يا ولد يا زوجة تعال هنا، في سيطرة ما تخليه ينفلت في قدره، تبغى يمشي على كيفك، أو في ناس زوجوا على كيفهم، هذا حر. الآن تستأمرها، يعني تطلب إذن، يا بنتي في فلان كذا كذا، أيوة أبغى، لكن في كذا أبغى، تفضل، لكن يا بنتي ترى مو خطر عليك، وخليها تروح، بعدين صار لها مشاكل ترجع لها، ما ترجع تقول ايوه ابوي نصحني، انا براسي راكب، الان فهمت خليها، لكن تحرمها وتبقى حتى تجد الشخص اللي انت مناسب عندك لها، تعيش معه وتلعنك. فلذلك عندنا مشكلة كبرى في المجتمعات من موضوع القدر ومن موضوع السيطرة والتعلق. نريد نعالج هذا الشيء. ما يوجد تناقض إنك تختار قدر الله، هذا ما أريد هذا، لا تقول ما أريد هذا، قل هذا خير، الله حكيم، حكيم. بعدين نفهم، لما تكبر تفهم، ما دمت صغير نقول لك لا تقترب من النار تحرقك، لما تكبر نقول لك ولع النار، ليش؟ خلاص فاهم كيف تتصرف. فأنت عندنا فيديو الثلاث الحالات، ما سبق، ماضي كاره له، خلينا في أقدار الشر، نقول شر، نحن خليها في أقدار السلبية، ماضي لا تحضر للحاضر، خلاص راح قلب الصفحة. عندك حالتك الراهنة، تحبها أو لا تحبها، لا تكره مثيلاتها عند الآخرين، لا ترفضها عند الآخرين ولا ترفضها عندك. لو جاءك أخ أو عندك أخ في حالة من الحالات التي يعني مررت بها، تقول له ما في شيء، هذا قدر من الله، فيه خير، ما يكون فينا أنت سيء، أنت فيك، لا هذا قدر خير، إن شاء الله في لك خير، ولكن أنت آمن بالقدر وإذهب. إذا يقبل، ما يقبل نصح أسكت خليه. الناس تراك إذا تحسنت أوضاعك يقولون الدين صحيح، الدين سليم، الدين فيه الخير، انظر لفلان، أخونا، أبونا، عمنا، خالنا، اللي يكون، لكن سيء أحوالك لا يصدقون بالكلام. اصبر حتى تصلح منزلتك في الآخرة، ثم تبدأ الإصلاحات في الدنيا، بعدين الناس يريدون مصالحك في الدنيا، بس يريدون أخلاق، معاملات، يريدون أحوال وواقع. هذا يحصل لكن بعد أن تمشي مصبوط تريد الله والدار الآخرة فقط. ممكن في بعد هذا الفيديو فورا، ممكن بعد سنة، سنتين، عشرة، ممكن. أنت سلم للظلام يخرج، سلم للنور يدخل. النور يريد يدخل، تقول يمكن في شيء ضرر لنفسي، أنا شايف شيء، لا لا لا، في سحر، في 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 حاجات، لا خليني في الظلمات. أنت حكمت، تبقى في الظلمات وتحافظ على الأعمال الخيرة، ويجي نور بسيط بسيص وتفرح فيه، يجي نصور زيادة، لا 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 لا، هذا في مشكلة، أنت حكمت، غيرك يفتح الباب صاروخ. ماذا نريد؟ نريد الله والدار الآخرة فيها مهالك؟ مهالك، فيها زهق نروح، زهق نروح. في واحد ثاني لا، زهق نروح لا.
فعندنا الإيمان قدر وخير شر من الله، الرفض والقبول للقدر ينافي الإيمان بالله، ينافي الإيمان بالقدر فيك أو في غيرك. ومعنى المعاناة هي رسالة لك، إذا ما في معاناة لا بأس، أنت في بر الوالدين اجلس في بر الوالدين، ما في معاناة مبسوط مسرور تحتسب تفضل. الناس تقول لك أنت مجنون ذهبت الفرصة، تقول لا يهم، وفعلا لا يهم، فعلا أنت مرتاح هنا ما في معاناة، مو علشان الوظيفة ذهبت الوظيفة يعني تذهب لها وتترك أولادك، ليس هذا، ليس قالب وظيفة جاءتك فرصة اذهب اتركهم، برضو تجد معاناة هناك لأن قدرك هنا. أنت قلبك ميزان، لا نضع نحن كلام استعملوه للجميع البشر، تعودنا على هذا ولكن هذا غير صحيح. في أناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، في واحد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ويجد الناس يعني جالسين في المسجد النبوي يسمعون كلام الإيمان والآخرة من الرسول وفرحانين ومبسوطين، ويأتيهم الطعام من الأنصار يرسلون الطعام لهم يأكلون ويشربون، لا يوجد فنادق فمبسوطين. جاء واحد قال يا رسول الله، وجده في المسجد يتعبد وينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم ويجلس ومعاهم. تعال انظر، ليس هناك قالب للجميع، كلامنا ليس قالب للجميع. فجاء وقال يا رسول الله، قال له لماذا أنت هنا؟ قال يا رسول الله أريد أكون مع هؤلاء أسمع كلامك. قال له أتعمل؟ قال له، قال عندك مال عندك كذا؟ حتى آخر شيء قال للصحابة هاتوا دينار، أعطاله دينار، قال له اذهب ائتي بحبل، راح جاب حبل وفأس، اشترى فأس وحبل وجاء، قال اذهب اجمع حطبا اربطه بهذا وأتي به هنا. أنا جاي أبغى أسمع أبغى أتعبد عشان يفهموا الحين، أنت لك طريق آخر للهداية وللنور، إيش هو؟ العمل مع الناس ليس الجلسة في المسجد. قال إذا جمع الحطب وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا يا رسول الله، قال من يشتري من يشتري من يشتري، هو الرسول محرج حرج عليه يعني مزاد، حتى اشتراه أحد الصحابة قال خذ حبلك واذهب بفأسك غدا، الآن عندك دينارين كسبت دينارا، اذهب اشتغل. ترقيه في العمل. أولئك الذين في الصفة اسمهم أهل الصفة، ترقيهم في السماع من الرسول والجلوس هنا. إذا عمل هناك ليس كل الناس سوا. عندنا مثل يقول نوم الظالم عبادة، ليس حديث يعني مثل بس الحكمة. إيش الحكمة؟ إنه إذا مشى في الشارع يظلم ويؤذي الناس نومه خير، فأيضا يعني يروح للشيخ، الشيخ يقول له امسك هذه السبحة فيها 100,000 كل يوم خلصها، أفضل يجلس على السبحة يقول سبحان الله سبحان الله 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 الله، أحسن من أن يذهب يؤذي الناس، هذا مؤذي. لكن واحد ثاني غير مؤذي، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة وواحدة عندها يعني حب نوى كوم تسبح به في الصباح، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع فإذا بها تسبح كما هي، قال لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك خير من جلستك هذه كلها، يعني 5 ثواني 10 ثواني أفضل من جلسة ساعتين في الذكر. هذا لها هكذا، هذا كله اجلس في المسجد. فالميزان أين؟ عندك في القلب. إذا وجدت انقباض قلب من قدر من الأقدار يدعوك إليه وتقول لا أجلس هنا، وجلست شهر شهرين 3 سنة 2 سنين وأنت في المعاناة، ما نقول خلاص انبسط، أنت في المعاناة، اعرف أن ليس هذا قدرك، أنت تدخلت مع قدر آخر تحبه ولكن
أنت رقم واحد، أنت جعلت نفسك رقم اثنين، هو رقم واحد، لازم أنت رقم واحد. هذا لا يعاكس، ليس أنانية. أنانية لما تأخذ حق الآخر، أنت ما تأخذ حق الآخر. أنانية أن تقدم نفسك الشيء لله، أولا أنا ثم الآخر. إنفاق مال أيضا، أولا أنا ثم الآخر. هذا أواسط الناس الذي التي قالت، أنت قلت ماذا قالت؟ أنت قلت يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي مسكت هذا الطريق، تؤثر على نفسها ولو كان بها خصاصة. نقرأ الكلام أحسن، ماذا قالت في التعليق؟ طولنا كالعادة. تقول مثلا تلخبط، هناك فيديوهات لك فهمتنا منها أن من يؤثرون ولو كان بهم خصاصة، فأنا صرت أتنازل عن أشياء كثيرة لأن عندي ثقة أن كل شيء بيد الله، وما كتب لي لن يذهب لغيري، وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأصبحت أتنازل عن أمور كثيرة كفا للجدال، لأنك ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن ترك المراء ولو كان محقا يعني له قصر في الجنة. والآن تقول هنا نفسك أولا. أيوة، ولو مدير أو زوج، أليس هذا ينافي كلامك السابق وينافي حسن الخلق وحسن التعامل مع العباد؟ لا ينافي، لا ينافي. إيش السبب؟ أن يؤثرون على أنفسهم، هذه طبقة أخرى، مو معناته أن كل واحد يكون على هذه الطبقة. هذا في ناس عندهم هذا الشيء يحبوه، امشي فيه. واحد ثاني منافي لك الذي لا يفعل هكذا، لا، هو برضو الله متقبل الجميع، حتى المذنبين متقبلهم، ليس في منافاة وتعارض. احنا نفهم يبيض يسود، لا، في أبيض أسود أصفر أحمر أخضر أزرق، في كله مقبول عند الله. منزلتك هكذا، عندك الإيثار، عندك الإيثار، إذا حقيقي الإيثار. أما إذا كذا أنا أريد هذه المنزلة، هذه المنزلة ماذا يريد لها؟ يريد لها كذا، فأنا أفعلها بتكلف، أو إذا جاءتني أحوال وذهبت الأموال صفر، أجي أفكر هناك فعلت خطأ، أنت ما كنت فعلته حقيقة. لما يقول خطأ، لو تغيرت الأحوال ما يقول خطأ، يقول هذاك خلاص الآن ما في خلاص، نعيش هكذا، نعيش هكذا، فقراء فقراء، هم يسبوني الذين أحسنت إليهم بشأنهم، أنا كسبت علاقتي مع ربي بالإيثار، الآن أكسب علاقتي مع ربي بالصبر. الصبر تؤثر إذا عندك، ما عندك تصبر، وأيضا تؤثر وإنت كذا. جاء عندك قطعة طعام هكذا، وجاء أحد يريد أعطيه وجوع، هذه منزلة، هذه منزلة فيها الناس، مو إيش هذا، ليس صح غلط، لا مو غلط، هو صح لناس، وهذا صح للناس ما دام حقيقي من القلب، ما في تكلف ولا في تصنع ولا في أيوة شوفوا أنا أثركم أنا عندي الإيثار، لا، ما في هذه الأشياء، فهذا خير لك، ليس منافي للآخر. القدر الذي أنت فيه مثلا، يعني ليس هذا عكس التسليم، هذا في شيء في الكرم وأنواع الكرم، يعني ما أدري كيف تدخلت المواضيع. التسليم ومعناته أن مثلا الزوج قال، ما دخل الزوج، ما دخل الزوج في الإيثار، هذا باب وهذا باب. الزوج مثلا أنا، أو مثلا الابن يريد يبتعث في الخارج، وأنا أريد أن يكون معي أمام عيني وقريبا مني، هو قدره هناك، هو قدره هناك. أنت الآن عذبت مسلم، عذبت إنسان مكلف، ليس ابنك يعني أنت تملكه،
بعد البلوغ خلاص لا عليك عليه، هو قدر مختلف. أنت ضايقت إنسان يريد الله له خيرا، أنت تقول الخير عندي أنا، فلذلك تأتي الأقدار عليك شر، ليس تسليم. تسليم لأقدار الله فيك وفي الآخرين. أنت والله تريد هناك، أنت بلغت. إذا البلوغ جاء يا ابني هناك في كذا كذا مشاكل، فكر. أنا لا أمنعك ولكن فكر، أخشى عليك من الفتنة، فكر. أخشى عليك من كذا، فكر. أعطيه حلول هناك، إذا جئت هناك أنا أعرف بني فلان، اجلس بجوارهم، أعرف المنطقة الفلانية، استفسر عنها، أذهب معك وأجد لك يعني الطريقة كويسة، وأرجع بعد ذلك أن تعيش هناك. إذا أنت ربيت تربية من الصغر على الله وحب الله وحب رسوله، لا تخاف. إذا ما ربيته أنت المشكلة، أنت ربيته على أنك يعني أنت السيد، فتبغى كيف تكون سيد عليه وهو هناك. هذا نتكلم عن باب آخر، لا معارضة بين كلامنا، ولن تجد معارضة أبدا. ليش؟ لأن الكلام الذي في القلب واحد لا يتناقض. لذلك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يناقض القرآن، لأن المشكاة فينا، فيك وفيه وفيها وفي الكل وحده. اعلموا أن فيكم رسول الله. يعني إيش؟ يعني ما معقول تسمع شيء من كلام الله وتقول الرسول قال هكذا، أنا أسمع كلام الرسول. هو هذا الرسول، هو القرآن، هو الرسول، هو كل إن خلقه القرآن. فما أدري، نحن لا يكون عندنا الرفض ولا يكون في عندنا التعلق ينافي الإيمان بالقدر خيره وشره من الله. الله عندك من هو؟ إذا الله الحكيم الرحيم الرحمن الرحيم اللطيف، فإذا هو لا يصنع شرا فينا. هذا الذي فينا ونراه شرا ونكرهه، إذا أبعد الكراهية، أبعد الرفض، أبعد التعلق أيضا. آمن بالقدر خير وشر من الله الحكيم الرحمن الرحيم. إذن ما في مشكلة معك. هذا قدر عليه يذهب هناك، اتركه يذهب. قدر عليك أن تذهب، لا تقول، لا تتعلق، أبعد التعلق. لا، أنا بدون زوجي سوف أهلك، أنا بدون زوجتي أهلك، بدون والدي أهلك، بدون وظيفتي هذه أهلك. أين الله؟ هنا ما في إيمان بالله ولا بالقدر خيره وشره. إذا في سؤال ممكن تضعوه الآن، ولكن بالأدب، بعدم الأدب رفض على طول، بعدم بالتسليم للبرمجة الداخلية والطرف الآخر كاذب ومفتري هكذا عباطة. بلوك من زمان، هذا البلوك من سنة ونصف، من يوم بدأنا تنظيف حديقتنا فيها الخير، فيها الورود والزهور، شيء ضار مع السلامة. أننا نذهب إلى المواقع الأخرى ونقول نحن كويسين، لا، ما فيه، نحن في مكاننا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو ضامن. إذا كنت مؤمن فهو يدافع عنك، إذا خليها عليه وسوف يدافع. كيف؟ على الأقل في البداية يأتي أناس يعملون دعاية لنا في تيك توك في أي مكان، ونحن ما طلبنا منهم، هم يستأذنون، هل تسمح؟ هل تسمح؟ هذا خير في موقع دارهم. الله يسخر المؤمنين لبعضهم البعض، الله يجمعنا دائما في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالأرواح، كم مرات أتكلم كلام فيديو يقولون كنا نفكر فيه كيف هذه المسألة تنحل وأنت وجدتها، كنت نمت وحلمت بهذا الكلام كله وظهر. انظر التعليقات، ليش؟ لأن الأرواح جنود مجندة، هنا هنا هنا، ما تعرف منها تلف عن بعد. واحد في أستراليا، واحد في 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 أوروبا، واحد في أفريقيا، ولكن الأرواح واحدة، شر أو خير.
ما تعرف منها تلف. انظر السوشيال ميديا، اذهب الى فيسبوك ولا اي مكان، تجد هذا المجموعه فلك واحد يتكلمون فيه ويتحدثون ودائما مشتاقون لبعض وجلسوا مع بعض، شرا او خيرا، سحر او ايمان، موجود كله موجود. ليش ارواح جنود مجرده؟ انت ضع المعيار ماذا تريد وهيئه الله لك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.